من القاهرة ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. سيد رامي صباح الخير، أهلا بك معنا. ما حجم الضرر الذي خلفته الغارات الإسرائيلية على مركز البحوث، وإن كان لديك تحديث على عدد القتلى ومن هم حالتهم الصحية حرجة، كيف وضعهم الآن؟ نعم صباح الخير. طبعا غارات مكثفة وأربع جولات من القصف وليست ثلاثة حقيقة الأمر، لأن كان هناك جولة رابعة بعد الجولات الثلاث التي استهدفت عدة مناطق في مصياف من بينها مركز البحوث العلمية، بالإضافة للجولة الرابعة استهدفت مصياف واستهدفت هدف داخل يعني في شواطئ بانياس أو يعني في داخل البحر مقابل مدينة بانياس. هناك معلومات أيضا عن استهداف مسيرة إسرائيلية كانت في طريقها لاستهداف موقع ما، باخرة، استهداف داخل المياه الإقليمية السورية أو في الساحل السوري. نعود إلى الخسائر البشرية، 16 شخص قتلوا بينهم 4 شهداء مدنيين، العسكريين على الأقل بينهم 3 من الجنسية السورية. ما تبقى إلى الآن لا يعلم إذا ما كانوا سوريين أم إيرانيين أم حزب الله اللبناني في الهجوم الذي يعتبر الهجوم الأوسع حقيقة الأمر الذي يستهدف الأراضي السورية من قبل إسرائيل. كان هناك إصرار إسرائيلي على تدمير هذه المناطق. بالنسبة للأسلحة الكيميائية من عدمه، بالنسبة لمركز البحوث العلمية، طيب، مركز البحوث العلمية أعود وأتأكد منك سيد رامي، وإن كنت تتحدث عن الحصيلة حتى الآن عن عدد القتلى، هل هم 17 أم 14 وكم عدد المدنيين؟ 16 16 أصبح 16 كم عدد المدنيين بينهم؟ أربع مدنيين سوريين فقط من بين الخسائر البشرية، بالإضافة لوجود أكثر من 30 جريح في هذه الاستهدافات الإسرائيلية الأوسع. طبعا بقية جنسيات من قتلوا سيد رامي؟ ثلاثة عسكريين سوريين، الباقي لا يعلم إذا ما كانوا إيرانيين أو من حزب الله لبناني، كون أن المنطقة يوجد فيها مستشارين إيرانيين، يوجد فيها خبراء من حزب الله لبناني وليس مقاتلين عاديين من حزب الله لبناني. الهجوم الإسرائيلي هذه المرة وصف بالواسع جدا، لكن هل هو الأشد فتكا والأوسع حتى اللحظة على مركز البحوث من قبل إسرائيل؟ نعم. بالنسبة لمركز البحوث وما حول مركز البحوث والمباني المرتبطة بمركز البحوث هو الأوسع والأشد فتكا والأشد تدميرا بالنسبة لإسرائيل. بالنسبة لمركز البحوث العلمية، قالت مصادر استخباراتية أم لم تقل، هذا مركز البحوث العلمية مسؤول عن تطوير صواريخ الدقيقة متوسطة المدى، وقبل نحو عامين عندما نشرنا على الحدث وتحدثنا عن تدمير مئات إن لم نقل آلاف الصواريخ التي كانت مخزنة في جبال مصياف بعد تطويرها في مركز البحوث العلمية من قبل مستشارين إيرانيين. بالإضافة للصواريخ هو مسؤول أيضا عن تطوير المسيرات التي تستخدم من قبل حزب الله أو غيره، ولكن دعينا نقول بأنه الهجوم الأكثر تدميرا من قبل إسرائيل على الأراضي السورية أقله منذ الحرب على غزة، وإن لم نقل منذ عامين على الأقل، هذا أكثر هجوم يدمر مواقع داخل الأراضي السورية. ماذا عن بقية المناطق المستهدفة من قبل إسرائيل؟ ما طبيعة تلك المناطق وهل تكرر استهدافها أم هي أول مرة سيد رامي؟ بالنسبة للمرصد السوري لحقوق الإنسان هناك هدف في بانياس والباقي جميعها أهداف في مصياف. بالنسبة لطرطوس وما جرى في طرطوس، صواريخ اعتراضية سقطت على بعض المنازل في طرطوس، ما دون ذلك كان هناك انطلاق واسع للدفاعات الجوية من دمشق إلى حمص إلى طرطوس إلى ريف حما في محاولة لإفشال الغارات الإسرائيلية التي على ما يبدو وصلت إلى أهدافها ودمرت بشكل كبير مركز البحوث العلمية. نعم، كم موقع في سوريا يضم مراكز لتطوير الأسلحة وهل هي سرية أم معلنة سيد رامي؟ بالنسبة لتطوير الأسلحة لا نعلق، قلنا إذا تحدثنا وبعد ذلك قصفت إسرائيل يقال بأننا نعطي أحداثيات لإسرائيل كي تدمرها. إسرائيل ليست بحاجة لأحداثيات المرصد. نعم. إسرائيل لديها عملاء بشكل كبير جدا على الأراضي السورية. طيب، إلى أي حد، سؤال أخير سيد رامي، هذه الضربات خاصة الأخيرة التي وصفت بالأوسع على مركز البحوث العلمية ومراكز تصنيع الأسلحة تحد من القدرات العسكرية لحزب الله في سوريا؟
تعيقها بشكل كبير جدا، وخصوصا بأن حزب الله هو في حال شلل كامل لنقل السلاح من داخل الأراضي السورية باتجاه الأراضي اللبنانية. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتفصيلات من القاهرة، رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.